اجتمع العرب من أجل مصر على مستوى وزراء الخارجية هنا في العاصمة القطرية الدوحة. لا يريدون ترك مصر وحيدة، وإثيوبيا تهدد بملء السد المعطش لجيرانها غير مبالية بذلك. إجراءات تدريجية قد تتخذ لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد، يقول وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجلس الأمن الدولي للإنعقاد وبحث الخلاف الثلاثي لسد شيد على النيل الأزرق. ذاك واحد من حجر قد يمنع تدفقات السد المقبلة إن استجاب مجلس الأمن وتدخل بثقله واضعا الاحتكام الأفريقي جانبا. في مجلس الأمن تونس الدولة العربية العضوة فيه يمكنها أن تكون ضغطا إضافيا لنصرة مصر قبل أن يغرق حقها والسودان على ضفاف النيل. من أوراق الضغط أيضا استثمارات دول عربية في إثيوبيا طورت بها أديس أبابا بنيتها التحتية ونمت زراعتها وأبعدت عنها شبح المجاعة الذي رافقها لسنوات. من بين تلك الدول من شارك في بناء السد وهو ما لا يعول عليه في الوقوف إلى جانب مصر وقد بات ينأى عنها إقليميا، ومنها من كان ملف سد النهضة مساحة للاقتراب منها. الاستثمارات القطرية في أديس أبابا تتنوع في مجالات البناء والزراعة والخدمات، تبدو مستعدة قطر للدخول على خط الوساطة. وقد التقى وزير خارجيتها قبل أسابيع نظيره الإثيوبي في الدوحة، لم يغب عن لقائهما ملف سد النهضة. في المال الخليجي السائل قبل امتلاء سدود لإثيوبيا المملكة السعودية، حيث تصنف المستثمر الثالث الأجنبي في أديس أبابا بقيمة تزيد عن 300 مليارات دولار وفق إحصاءات رسمية. ليس موثوقا أن تصغي حكومة أبي أحمد إلى المتوسطين بينها وبين دول المصب الأزرق، فللاستثمارات أجالها، وما تعول عليه في سد النهضة يفوق في مقدراتها السياسية والاقتصادية غيره من مستثمرات أجنبية لن تخسرها جميعا إن هي واصلت ملأه. فقد أكد وزير الري الإثيوبي خلال اجتماع لدول حوض النيل الشرقي أن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في موعده ولا يخضع للنقاش، إن ذاك متفق عليه مع مصر والسودان. يقول وزير الخارجية المصري إن القاهرة تسعى لحل توافقي حتى النهاية، فللقاهرة والخرطوم القدرة للدفاع عن مصالحهما، تضيف مصر المحتفظة إلى الآن بربطة